في جبهة الكسارة تكسرت المجاميع الحوثية وعلى هذه السفوح التي شهدت واحدة من المعارك العنيفة انكسرت المجاميع الحوثية بل أنها انطفأت وانكسرت في هذه الأماكن بعد أسبوعين من المعارك الشرسة. هنا تلتقط المعركة أنفاسها ولم يعد من الميليشيات الحوثية سوى هذه الجثث المترامية على هذه السفوح. ما زلنا هنا في جبهات القتال وهو اليوم يوم الاثنين 22 فبراير من العام 2021. خسائر كبيرة، رأينا الجثث الميليشيات الحوثية دون أن تحقق الميليشيات الحوثية أي تقدم. ما زلنا في محيط جبل هيلان في جبهة الكسارة بعد الخسائر الكبيرة للميليشيات الحوثية. سأكون هنا مع قائد الموقع النقيب إيهاب داوية ليحدثنا عن سير المعركة وعن خسائر الميليشيات الحوثية. أهلا وسهلا فندم إيهاب. إيهاب داوية قائد الموقع الذي نتواجد فيه، حول سير المعركة وحول خسائر الميليشيات الحوثية في هذه الجبهة. أهلا بكم في هذه الأرض. قد كبدنا ميليشيات الحوثي ودمرناهم، والكاميرا تشاهد صورهم وقتلهم، لم ينالوا أي مكسب في الأرض مهما كان. إذا الشكر لك فندم إيهاب. كما سأترك هنا الحديث لأحد الأبطال ليحدثنا عن سير المعركة وخسائر الميليشيات الحوثية. سلام. وعليكم السلام. حول المعركة وحول خسائر الميليشيات الحوثية. حاولت ميليشيات الحوثي المتمردة التقدم نحو المواقع التي تحت سيطرة قوات الجيش الوطني، ولكن بفضل الله بفضل الأبطال المرابطين تمدح هذه الميليشيات وتم تكبيدهم خسائر بدعة في الأروع والعتاد، وهذه جثثهم كما ترونها أمامكم. ونحن نقول للحوثيين والله إنا سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا، وسنقاتل حتى تحرير آخر شبر من الوطن، وما زالت معركتنا مستمرة مع العدو حتى تطير اليمن هذه الميليشيات الانقلابية المتمردة. إذا الشكر لك على هذا الإيضاح. أيضا سأترك المجال هنا لأحد الأبطال ليحدثنا عن سير المعركة وخسائر الميليشيات الحوثية. المعركة قوة القوة، وبان من يوم من الصغير للكبير، وإن شاء الله نحب نقول لأبطالنا المجاهدين النصر، حان وقت النصر بإذن الله. إذا والبطائق والسلسلة هذا لا أدري إذا كانت تابعة للجثث المترامية. هذا اللي خذناه من جيابهم. هذه وثائق الميليشيات الحوثية. الوثائق حق البطائق. إذا وثائق كثيرة للميليشيات الحوثية. نعم. وهذه خسائر الميليشيات الحوثية، أو هذه أسماء للخسائر البشرية التي تعرضت لها الميليشيات الحوثية. نعم. من زاوية من زوايا المعركة تمكنا من التقاط صور لعشرات الجثث من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة. بعد أسبوعين من المعارك الطاحنة انطفأت الميليشيات الحوثية وتكسرت في جبهة الكسارة، ورغم الخسائر البشرية الحوثية الكبيرة لم تتمكن من التقدم أو من إحراز مكاسب على الأرض، لم تحقق أي مكاسب. نحن هنا في خط النار والذي يرابط فيه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ العام 2015. هنا خسائر بشرية، واليوم كما ذكرنا هو يوم الاثنين 22 فبراير من العام 2021. أبطال الجيش الوطني فوهات البنادق وفوهات المعدلات كانت للمجاميع الهشة بالمرصاد، وعلى أسفل هذه السفوح رأينا الجثث، وسنرى أيضا جثث الميليشيات الحوثية المتناثرة على سفوح الحرب في جبهة الكسارة. عبد الإله البوري، سهيل. بالروح بالدم نبدي يا يمن، بالروح بالدم نبدي يا يمن.